سلام وحتى انا مش عارف اعمل دلوقتي يا لمبي، الجو خربان، انا حاسس ببردي يا جدع، اول مره احسه. في فرختنا عندنا فوق السطح ماتوا، نص الفراخ، اعمل ايه يا لمبي؟ يا راجل يا راجل، حرام عليك يا راجل، انا بقالي 5 ايام ما بطلعش من الدار، وعاد والله من البرد ده تحس ان انا لابس شراب دفايه وفوق منه كاوتش بتاع عشان رجلي اعرف امشي في الشارع. طب تحاول كده نكلم حزلقوم. طيب طب حزلقوم، هاي يا نجم، انا دلوقتي مش عارف اجيلكوا، انا تعبان يا راجل. يعني انت مش هتعرف تجيبنا يا حزلقوم ولا ايه؟ انا يا نجم مكتوب ان انا الجو النهارده السنه دي صعب جدا، برد قاحد قوي، مش قادر انا. يلا بقى، الله يسامحكم يا رجاله، انا ما عدتش بطلع زي الاول بقى خلاص. كلمني نجم مصر وقال له اللي هو مش قادر اللي هو يجي معانا، نعمل ايه بالعربي في لغتك السوداء دي؟ يا نجم مصر احنا هنعمل ايه طيب؟ طب هقول لك حاجة، النجم عادل ادهم اخونا الكبير الريس، يا استاذ عادل ادهم تحب تقول ايه في البرد دول؟ انا مش طالع عشان انا لو جالنا شوية برد هنرقد تحت السرير مش هنقوم تاني، انا جسمي مش حمل علاج. عايزين انتوا تطلعوا تستنكحوا في الشوارع، انا ماليش في الحاجات ديت، وابعدوا عني بقى، انا ما بحبش الشغل ده. ولا يا توفيق دقن، هلا يا اخويا، ضيعين خالص. انا بقول لك ايه، انا الدنيا بقت معايا خلاص، خليك يا ادري يا ادم، احنا جيل واحد، خلينا بقى نقعد في البيت وسيبك من الرجالة دي. هلو يا مبكى يا اخويا، تحب تقول لهم ايه يا استاذ يا ابو العرب؟ انت سلامين وحتى، انا هقول لهم انا ماليش دعوة، انتوا يا رجالة اللي ضيعتوا نفسكم. صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي موقع تحيا مصر في كل مكان، اهلا بحضراتكم في لايف جديد، معكم وليد سلام. حقيقي موهبة جميلة جدا، يعني محمد ما شاء الله شاب جميل بيعرف يقلد جميع فنانين مصر في بلده، هنا ملقبينه بالليمبي، الليمبي راح الليمبي جه، طبعا نظرا انه بيقلد جميع اصوات الليمبي وجميع مشاهده في كل افلام محمد سعد. بيحب محمد سعد جدا، وده كان يعني قبل ما نفتح معاه اللقاء قال انا نفسي في حياتي اشوف واقابل الفنان محمد سعد. هنعرف ونشوف مين هو محمد او الملقب بالليمبي. ازيك يا محمد؟ الله يخليك. عامل ايه؟ مية مية الحمد لله. ايه الحلاوه والجمال ده؟ الله يخليك، حلاوتك والله. قول لي يا محمد، انت اتعلمت الاصوات دي ازاي او اكتشفت موهبتك دي ازاي؟ الموهبه ديت عندي من الطفوله وانا صغير، يعني من عندي 13 سنه، كنت انا عمرو ابو زياده ابن خالي كان بياخدني زمان يقعد يقول لي ايه، وسمعت هو بيقلد عمرو دياب، فانا ايام كنت بقلد الليمبي. جت فكره التشخيص، بدات اشتغل على نفسي، بدات اتفرج على التلفزيون، كنت بحب المغامر، اللي انا احب التلفزيون قوي، احب اتفرج على الفنانين. فنانين ازاي؟ يعني زي محمد سعد، زي اشرف عبد الباقي بتاعت نخنوخ، حزلقوم، جميع الشخصيات بتاعت الممثلين انا بحب اتفرج عليها وبحب اقلدها، واخد التقليد ده هوايه. محمد انت عندك كام سنه؟ انا عندي دلوقتي 29. 29 سنه بدات تتفرج وبدات تقلد اقلد الشخصيات، وانت عندك 13 سنه. اه طيب قول لي، البيت عندك او الاسره عندك رد فعلهم ايه لما كانوا بيسمعوا اصواتك؟ لا يعني الجماعه عندي في البيت ما كانوش يعرفوا عني حاجه، عشان كنت بقوم طالع في الاوضه فوق عندي واقعد اشتغل على نفسي واقعد مع نفسك كده. مع نفسي اللي انا ايه اقلد، يعني بدات اول ما زرت موهبتي ظهرت طالع عمرو ابو زياده ابن خالي، وابن خالي قال لي كمل، لازم تطلع وتواجه الناس وتطلع توري موهبتك للعالم كله وتوريها لاخواتك واصحابك، لقيت اصحابي واخواتك كانوا مبسوطين مني جدا. مفيش حد انتقدك يا محمد قال ده اصواتك مش حلوه مثلا ما بيعرفش يقلد؟ في ناس بتقعد تقول الكلام ده، بس ما بحطش في دماغي، لو حطيت في دماغي هتعب، هيأس، هقع، لكن ما احطش اللي بيقول ايه وحش، بس في 10 يقولوا انت حلو. ها؟
يعني 10 يقولك انت وحش، 100 يقولك انت حلو، لا انت تخليك مع ال100 اللي بيقولوا انت حلو. محمد حقيقي انت شاب شاب جميل جدا. الله يخليك يا استاذ وليد. هنقلد مين النهارده؟ هنقلد شويه حاجات كده انا عاملها مفاجاه للقناه عشان ايه ما نحرقش المفاجاه. اتفضل. فينك يا محمد يا رضا يا اخو بتاع زمان؟ يعني زمان الفن كان جميل على ايامك. فينك يا محمد يا رضا؟ الو يا اخويا انا قاعد لك هنا اهو. انا بص بقى انا مش ماشي من هنا رجاله غير بجيب سهيله دلوقتي جرايه سرق يا جميل. تعالي هنا تعالي شوف اللي بيبدي موريه ده ايه دلوقتي بالحاجة اللي انت عارفاه. انا مش ماشي من هنا يا جماعه انا مش هتنقل من هنا. لا لا يا محمد يا رضا انت عارف ان سرق كبير طول عمرها اصيله بتحبك قوي. فينك يا كمان كمان يا شتاوي؟ تعالى تعالى شوف اللي بيحصل. حبرد رضا عايزني دلوقتي اجي معاه الرحله. تحب تقول ايه؟ انا بقول لك يا سناء جميل انت عايزه تروح الرحله روحيها بقى، انا ماليش دعوه بالحاجات ديت. انت عارف كده كويس يا كشف يا كمان يا شتاوي اللي انا بحبك قوي. ولا هقول ايه؟ بس هقول ايه عشان مغربة بيك يوسف يا وهبي. تعالى يا رسائك في السماء الأولى. أنا عايزك يا سناء يا جميلة اللي انت بتقوليها دلوقتي أنا ماليش دعوة. عايزة تروحي روحي انت، أنا مغامرات ماليش فيها. احنا نقمة في الأولى وانا عظيم ونحب نقولهم في المقامة حبايبنا اخواتنا. انا من على طول اشوفهم من اتنين احنا نقالة في الأولى وانت والله العظيم تحب الهنوم ايه على اموني. معلش احنا بنتكلم يلا ما تعملش معايا قرن عشان ما ونعش في ام البتاع المكان ده. ما تخلينيش ارقص معاك على واحده ونص يا ابو العرب. سلامين وحدة حبيب قلبي انا بحبك وكتاب الله بحبك يا قرموطي. بس انا خايف تاخدني معاك العراق تقوم راح مغرقنا هناك. لا خليني في بلدي هنا احسن. انا احب بلدي احسن ما اروح هناك اتنتش لي صاروخ واقعد. لا خلينا هنا احسن. ما شاء الله عليك يا محمد. انا شايفك يعني متاثر جدا بالفنان محمد سعد. ايوه بحبه جدا. بتحب محمد سعد؟ حصل بجلد شخصيته جميع كلتها كل افلامه اه جميع مشاهده. تخش في حته بس يكون في مشهد قطاطا اتفضل فبتاعت مكان معاه عوك. يا حبيبي يا حبيبي فهي انا عربانة صودا رقصنا يا مرة يا ست. حرام عليك كده يا ست بشوف بس وداني شغالة ولا لا يا ست بس كده خلاص. اه وداني شغالة؟ اه خليته يرقم كده اهو. اه منقوص منقوص يا ولا مخمضه مخمضه يا ولا تنقلاش عارف صدرها يا ولا. يا حبيبي يا حبيبي يا سيدي بعد ما يقابلني الحب يا واطي. وفي شخصية تانية بتاعت يوسف خوري. يوسف خوري اتفضل. بليز كوبايه بسكويت كوبايه بسكويت لو سمحتي. عندي بوت هيد عندي بوت هيد بسكويت يعني بليز. انا عايز اكلمك في النقطة الجديدة يا استاذ بوحة يا صباح. احنا طبعا ولاد عم كلتنا وانت عارف بكده كويس. شبح شبح يا نجم مصر انت عارف والله العظيم. بس لسه بقى لما يجي الاستاذ النجم حنكو هو اللي هيظبط لنا الاداء عشان هو ابن عمنا برضه واحنا عنا كسيده يعني ولازم نكمل بعدنا بالاختيارات الاوليه والاقتصاديه. تحب تقول لهم يا حنكو بيه؟ انا بقول لهم سي سي انا يا نجم مصر النجم تحيتي اوعى وشك. طب انا كده ممكن ندعي لحضرتك مع بعض من كتر ما انت بدات تقول الحته دي. ابن عمي حبيب قلبي والله يا راجل يا راجل حرام عليك يا راجل. طب حس كده يا بحر صباح قول له شبح شبح يا براتين ابعتوا لنا لايكات في قلب البرنامج وابعتوا لنا لايكات عشان تشوفونا دايما معاكم على طول. برافو عليك يا محمد صراحة يعني. الله يخليك يا محمد. يعني انت قلت لك بتروح حفلات والناس كتير بيدعوك لحفلات. ايوه اصحابي اخواتي يعني
واحد صاحبي بيعز عليا بقوم طلاله يعني بتروح حفلات هنا في كفر الشيخ ولا كفر الشيخ وهنا في بيلا برضو وبرا المحافظة؟ وبرا المحافظة عادي. بتاخد في الحفلة كم؟ يعني عادي يعني ما بدقش مع اخواتي لو 500 جنيه 1000 جنيه عادي يعني ما خلي الغلبان ياكل نضحك اخواتنا بالدنيا كلها ونعمل لهم الواجب كله. حلمك يا محمد؟ حلمي بحب ان انا اكمل في المجال بتاع التشخيص ده وبحب التمثيل. عايز تتجه الى التمثيل؟ التمثيل وغير كده التشخيص اللي انا ببتدي بحوارات وبتاع. بحب المجال بتاع التشخيص اللي انا بعمله. محمد صراحة انت موهبة جميلة جدا. عايزين نختم بقى بالفنان محمد سعد بس يكون في مشهد وهو في البحر. طبعا ده مشهد معروف جدا ومشهور جدا. لا ما تقلقش احنا هنعمله مفاجأة للشاشة دلوقتي. اتفضل. انما ده دلوقتي ابو العربي انت بتقول هتاخدنا معاك اليونان. سلام من وحتة اليونان هاخدك اروقك هناك السفينة ان يلا يا رجالة يلا نطير. طب دلوقتي هنعمل ايه في البحر دلوقتي؟ دلوقتي انا هنزل دلوقتي للنجم بتاع القبطان هنروح نشوف كم عقدة في الفتلة. بقول لك كم عقدة في الفتلة دي. المكنة نوعها بكيز يا اخوي. المكنة نوعها بكيز. المكنة دلوقتي حجز شروق الليل تحت شروق القمر. ازاي يعني النيل بيطلع انت مش فاهم حاجة. تعالى تعال معايا يلا. المكنة دي تكرك لها كده تشرق تكبس له يعطر. هنعمل ايه دلوقتي واحنا في عرض البحر؟ احنا في عرض البحر ايه؟ احنا في عرض ربنا. تحب تقول لهم يا لمبي انا اخرب بيتك هنموت انا اكلنا هنموت. مشاهدينا متابعينا يمكن يعني محمد موهبة جميلة جدا وده كان لايفنا هنا من كفر الشيخ. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة ودايما مكملين مع حضراتكم لرصد كل جديد. دمتم في أمان الله.